الدوريه ديال الودي ديال العريش. حنا بغينا بالضبط بالضبط كما قلت لك نلعبوا واحد المحور ديال 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 الشبان باش 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 نحاولوا يلعبوا مع السنيور جونيور مع السنيور باش يشوفوا كيفاش اللعب مع مع الفئات الكبر منهم الفتيان مع الكبار. حنا هذا هو الدور ديالنا، هو الدور ديال اولا 48 ساعه 48 عام ديال النادي، وثانيا الفئات الدراسه باش نعلمهم كيفاش يلعبوا مع الناس الكبار في لي كونكور باش يبقاو شي هذاك هذاك الكراك هذاك السرع هذاك مخلوع منه منه خصو يلعب هذاك الضغط وديك البريشر خصو يلعب عادي ماشي صافي بحال بحال يلعب مباراه عاديه. هذا هو الدور ديالنا في الدوري هذا. ومستوى المشاركين يعني عدد المشاركين شحال؟ تقريبا قلت لك 30 العريش تقريبا عندنا 10 ثلاثيات 10 ثلاثيات 30 واحد 30 واحد حيت كاين حيت كاين مسافر حيت كاين اغلبيه مسافرين تقريبا الحمد لله مزيان كاين كاين مشاركه المشاركه تقريبا 35 ثلاثيه هذه ما ينزل قلت لك 120 مشارك مشارك. تعطي الممارسه حضر الحكام والاطباء الاطباء الحكام كاينه الاطباء المساهمه ديالهم المساهمه ديالهم تطوعيه صحيه تطوع الفريق الطبي من 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 العريش عادي الدراري كيطوعوا من هما من اطباء يعني خاص خصوصي ولا اطباء لا لا عادي الاطباء ديالنا ديالنا كاين معنا اطباء النادي تيطوعوا اطباء عضو نادي تابعين لوزاره الصحه ولا لا وزاره الصحه شحال تقريبا عاد كاين الاطباء اللي شاركين في هذا لا تلعب تلعب كيلعب ممارس 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 اذا كاتب من اذا كاين من الهيئات من جميع القطاعات يعني كاين البريفيو كاين ديال الدوله ماشي غير كاين ديال انا حسب زعما كيعطلوا الممارسه مش لا 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 حنا حنا كاع المشكل لا حنا ماشي المشكل هذاك الشيء حنا كنجي حنا ما عندناش